بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايلكم النهارده بأكلة تحفة من التراث بقى بتاعنا المصري. هي أكلة البصارة اهي. انا ما كنتش هصور، بس قلت بقى اما اصورها لكم كده عشان تعرفوا مثلا يعني ايه. طبعا المصريين هم عارفينها، لكن في بلاد تانية ما تعرفوش، فانا قلت اعرفها لهم كده. احنا بنجيب اللي هو الفول المتفصص، اللي هو متقشر ومتفصص، ده غسلته وبتنقعيه يعني ثواني كده، ما بيبقاش يعني مثلا نص ساعة مثلا كده ولا 3/4 ساعة في مية عادية، وبعدين بنشطفه تاني. وبعدين حطيت عليه بقى مية وحطيته على النار، ودولي ربطتين كزبرة خضرة اهيا، غسلتهم كويس وقطعتهم وحطيتهم عليها. هي طبعا ما بي طبعا مثلا مش عايزينها ان هي في اي حاجة. يعني رجعت لكم تاني يا حبايبي، بقول لكم بقى يعني مثلا بنحطه على النار اهو. غسلت الخضار وحطيته الكزبرة، هي كزبرة بس، ما نحطش انواع كتير من الخضار، ولا شبت ولا بقدونس، هي الكزبرة بس صديقة البصار. بحط هو في بلاد تانية بتحط عليه، بتطبخه وتحط عليه ملوخية ناشفة. لا انا احنا في مصر ما بنحطش كده، يعني فلسطين باين، او يعني عشان بس ما اقولش البلد ويطلع لا مش هما. على ما اعتقد افتكرت كده يعني. فالفولة هو هبدأ بقى اغطي عليه الغطا لغاية ما احس ان امسك الفولية كده الاقيها طرية. انا بعمل له بقى صلصة بحطها له كده بناكل بيها، هوريها لكم بقى بإذن الله واحنا بنعملها. وهنا يا حبايبي حطيت حلة فيها زيت اهون عشان تسخن، وهبدأ بقى احط بصلة، بصلة مقطعة صغير، وهبدأ بقى اشوح فيها لغاية ما تحمر، وبعدين احط عليها الطماطم والتوابل. الصلصة دي بعملها جنب الاكلة دي، بناخد معلقة صلصة كده على البصار، وتاكلي بقى احلى بصار، بيبقى جميل قوي. يا حبايبي شفتوا البصلايه بقى وصلت لايه؟ احمرت اهي وبقت لونها جميل. طبعا ده بصل احمر مش بصل ابيض، فانا عايزه اوصلها للدرجه دي. شوف بقى الذهبي كده وجميله. خلاص بقى اقوم حط عليها الطماطم، واحط التوابل بتاعتي، حط فلفل اسمر، هحط معلقة محترمة كده ملح اهي، وحط نص معلقة السبع بهارات وقلبها. تاخد بقى تتسبك لغاية بقى ما تنطر الزيت بتاعها على الوش كده، وتبقى تسبكت زي ما احنا عارفين كده. عايزة بقى اوريكم الفول وصل لايه اهو يا حبايبي، شفتوا؟ هيبدأ بقى يستوي، لسه الحباية بحبايتها. نجرب بس كده معاكم، سخنة جدا، بمسك الحباية كده شفتوا لسه جامدة شوية. فنستنى عليه بقى شوية، شفتوا البخار وقاده هو، خلاص طفيت عليه. شفتوا بقى اتهرى ازاي؟ عاوزة بس اوريكم كده، شوفوا بقى نعمت ازاي. هضربه بقى في الخلاط وارجع لكم تاني عشان الصوت بس بتاع الخلاط ما يعملش دوشة. اهو يا حبايبي ضربته في الخلاط اهو، شوفوا عامل ازاي، جميل جدا. هعمل له بقى الطشه بتاعته. طاسه معايا اهي وحاطه فيها زيت، هسخنها بقى واقوم حاطه الثوم عشان يتحمر. حطيت يا حبايبي الثوم اهو، فرمه الثوم ناعم. حمر بقى الثوم، شفتوا منظرها جميل ازاي بدأت تحمر اهي.
هجيب لها بقى معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، هي الدقة دي اللي هي الطشة دي زي بتاعة الملوخية كده، لما بنيجي نعمل لها طشة الملوخية هنحمره بقى لغاية ما يبقى ذهبي كده، ونقوم حاطينه عليه. شفتوا بقى بتبقى لونها جميل ازاي، مش عايزة اغمقها اهي. شفتوا بقى الذهبي، هناخدها كده بقى ونروح اهو، احلى طشه ملوخيه، اسفه، احلى طشه بصل. هي زي الملوخيه بالظبط، عشان لسه كنت بقول لكم بس ملوخيه. ناخد بقى من هنا كده ونحط على ده اهو، جميل جدا وطعمه جميل. هنسيبه بقى كده غلوتين كده يتقل بس سنة صغيرة، وبنغرفه في الاطباق، وهوريه لكم بقى ان شاء الله بعد ما نغرف. وادي صلصة البصل اللي احنا عملناها، البخار الكتير. شفتوا بقى نطرت الزيت بتاعها على الوش ازاي، بدأت تعمل فقاعات كده وتفرقع اهو، هتتقل بس سنه صغيره. عم مطفي على البصاره، اكون طفيت على دي باذن الله. يلا نتقابل بقى في التقديم ان شاء الله. اهو احلى طبق بصار عملته، وحمرت هنا بصل مقرمش زي بتاع الكشري كده اهون، حطيته على الوش كده، وده طبق الصوص الصلصه بتاعته. انا باخد بالمعلقه ونحط على جنب كده ونقلبه، وناكل بالبصل المقرمش. عايزاكم بقى تجربوا الطبق ده وتقولوا لي رايكم ايه، وكل واحده من بلد مختلفه تقول لي هما بتطبخوه ازاي، يعني مثلا زي ما انا بعمله ولا مختلف. انا عرفت ان في ناس بتحط عليه ملوخيه ناشفه وهو بيطبخ، وبعدين قبل ما يتضرب في الخلاط، فانا باخد من الصوص ده واقلب كده، وبناكل بقى بالعيش والمخلل وبتنجان مخلل جنبه، يعني بتبقى اكله ايه شعبيه كده. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، باي.